واش لافاميل تمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. قبل ما ندوزو الفيلم ديالنا غادي نخليكم مع واحد سبونسور اللي هو ابلايف. ابلايف هو واحد التطبيق اللي فيه بزاف ديال المزايا ونقدروا نصنفوه رقم واحد في لايف ستريم. اما بالنسبه لطريقه الاستعمال ديالو ساهله بزاف، يعني كتدخل البروفيل اللي بغيتي وكتكليكي على اللايف وكتفرج. وابلايف كتمكنك انك تبين اي موهبه عندك وتكسب بها بزاف ديال المتابعين، مثلا بحال الغناء، بحال العزف، بحال التمثيل الى اخره. احسن حاجه في البرنامج ده ان هو بيجيب لك الناس القريبين منك. يلا نزل البرنامج يمكن نطلع قريبين منك. ازيك، انا وحيده جدا وماليش اصحاب، لو حابب نتعرف على بعض نزل البرنامج ابلاو. وحاجه اخرى، في ابلايف كتمكن من المتابعين ديالك يصيفطوا لك بزاف ديال الهدايا، وحتى نتوما بامكانكم تصيفطوا الهدايا للناس اللي كتبغي. الناس عنك يا حبيبي خصنا نزوجوك حتى الصراحة، خصنا نزوجوك. ويلي صافي ويلي عجبو لها ويلي. العرس على حسابك. انت شنو على حسابك؟ تقول لي على حساب، نتوما على حسابكم نعرسونا على حساب العرس. مزيانة. وبإمكانك تعرف على بزاف ديال الناس في مختلف بلدان العالم، بحال مثلا تعرف على شي شخص كيهضر بالانجلي. وتطبيق ابلايف كيعاونك وكيترجم لك المحادثات اللي بينك وبينه. وكيف كتعرفوا كاملين؟ احسن طريقه لتعلم اللغه هي الممارسه. وحاجه اخرى اخوتي، هو ان هاد لابليكاسيون فيها تواصل اجتماعي وشات فيديو ولي لايف ستريم. دابا انت كتقول مع راسك ها انا فتحت هاد اللايف هذا شكون غادي يتفرج فيا، ولكن غير باش تكون في بالك بلي هاد لابليكاسيون فيها اكثر من 200 مليون مستخدم، يعني على الاقل غادي تلقى واحد 4000 ولا 6000 واحد كيتفرج فيك. اما الا كنتي ديجا مشهور غادي تلقى الملايين اللي كيتبعوك وكيتفرجوا فيك، على حسب انت شنو غدير في اللايف وعلى حسب المحتوى ديالك. وشنو كتسناو اخوتي؟ هذه فرصه ليكم باش تيليشارجيو تطبيق ابلايف وتخدموا على راسكم. وحاجه اخرى نسيت ما قلتهاش ليكم، بحال دابا مثلا طالع ليك الدم وطايح المورال وبغيتي غير دوز الوقت، في ابلايف كاينين العاب اللي زوينين بزاف وكيخليوك انك دوز الوقت، يعني هاد لابليكاسيون هادي عمرك ما غادي تمل منها. المهم خوتي خواتاتي باش ما نطولش عليكم غادي نخلي لكم اللينك في الديسكريبشن وفي اول كومونتير بامكانكم تيليشارجيو التطبيق من اب ستور ومن بلاي ستور. نتمنى تدخلوا عندكم التطبيق باش نشبكوا لايفات وفرجه ممتعه. ابلايف. Ça va, tu vas bien? Moi je vais pas bien. Attends, attends. Zreka, parce que Zaybila. Zaybila? Là où est Zaybila? Tu sais, Zammar, tu es Zaybila. Tu vois, c'est de mon travail, tu es seul, tu es seul, tu es seul, tu es seul, tu es اليوم عندكم واحد العباسيه وجيب كيدك شي. دابا شنو نديرو اخا الجوكر؟ اخا شنو انت شنو غادير؟ انا ما عندي ما ندير. وصلات وقيتي باش نغيرها للدار انا. واخا هذيك القرعه اللي جايب لي زعيبيل نخلصها بوحدي شي انا ولا شنو؟ واش قدرت لها مكضحك اصاحبي؟ شتي انت بحال مرة شرشك شهر من هذا واش باقا عندك العقل كتسنى انت زعيبيل؟ هيدا خلي هذا يمشي وفاش يجي زعيبيل نقسمو انا وياك ديك القرعه على حبيبي. راه انت نلقاو معاك هذا هذاك السم شاب تا خويا شاب قسما تا خويا حرا صاحبي ما شفتش شرب هاد الزمر هذا. المهم حيدنا بها القطعه. ها شرب وشرب انا غادي للدار. صافي مشيتي وغدا نتلاقاو في البلايصه. صافي يلا زريقه قرع عادي عندك بقا تسنى نزعيبي لنا مشيتي انا نتسنى زعيبي لهنا. انا راجل زعبني في قرعه ود الحرام والله الا دير لي قرعه شي شيت الجوكر انا لاف يو. وصافي بارك عليك من الحفاضه وسير تنعس راك فايق بكري بس يلا تصبح اليز. وصافي انا نكمل غير واحد المعادله والناس. واخا سيدي المهم يلا نخليك دابا. يلا سيري تنيني وتصبحي على خير. يلا تصبحي على خير. هيا سين ولدي نوض ترتاح شويه لا ذكر الله بارك عليك من القرايه. الوالد غير خلينا انا شويه نوض الناس عندي واحد المعادله خصني ضروري نكملها. واش نقول لك اولدي سير الله يعطيك الرضا وينجحك راك انت بوحدك اللي مصبرني في هاد الدار. واه الوالد وديما تنقول لك ما تشطنش راسك وديها في صحتك. ما نشطنش راسي حتى تولي ابا ولدي تشفاتي كامل. والمهم نخليك دابا تقرا الله يعطيك الرضا ولكن نوض نعس شويه باش ترتاح بغيتك الصباح تكون اون فورم.
صافي؟ صافي الوالد كون هاني. يلا تصبح على خير. يا رب. غير جاوب هاد القنس غير جاوب. دابا عجبك هاد الحالة؟ هالكبير مقبر قريتو والصغير باقي في الزنقة. وغير خف راسك الحاج، راه غيعرضوا عليه صحابو العيد الميلاد، داكشي باش راه معطل. اسكتي بركة ما تدافعي عليه، هو الشمكر اللي لقاه تيمشي معاه. ها هو جا الحاج. الله يرضي عليك، خلي هاد الليلة تدوز على خير، ما تهضرش معاه. تربية ناقصة. عالسلامة، فين هاد التعطيلة هادي؟ خليتها تسمعوا نكاع مع عند باك. ما تديش عليها الولد، راك شعد مع الدراري في عيد الميلاد راه في خبار. شاد الريحة. وهاداك اللي شتي ليا مجهدة ياك واعر. اش مجهدة؟ شاد النعار ديالك فين غادي بيه؟ كون كاين النعار الأول أولا. دخل تنعس. تبارك الله على مولاي السلطان. فين كنتي حتى لدابا؟ عمرك شفت بلاصة الولد راه مع الدراري عندهم عيد ميلاد وعرضوا عليا. أنا بغيتي نعرف واش كل نهار عندك عيد ميلاد؟ وانا مالي الوالد راه مش قوا عرضوا عليا، اصلا الدراري كاملين مشاو وانا ما مشيتش، محشومه كاع مبقى في الدار انا يا بنت. ياك كاين البنات اللي جالسين في الدار. واش قربني شنو الريحه هادي؟ حل امك حل امك. ريح الشراب هادي. ما كاين لا شراب لا والو. الوالد انت ديما كتجي غير ما تشدني. كون شفتك مرزن كاع ما نلقى حاضي معاك. ها هو اخوك كبر منك ودير عقلو وانت عاطيه ليه الدوره مع الشماكريه. ما كاين لا شماكريه لا والو. الوالد انت حاط عليا وباغي ما يدوز ليا. صافي راه ما كاينش انا بوحدي في الدار. ياك تنقول لك مابقاش رفع عليا صوتك. كانش عليك الضرب والحج الله يهديك. عبد الطيف عبد الطيف عبد الطيف من الوليد. هاي ايش كي دايرات عبد الطيف؟ خلو وديك تفو. كابو عبد اللطيف ديما مزالك يتهال ماشي انا مشى مزلط حوايجو. مالكي؟ هادي لقيتها في بيت عبد اللطيف. شنو هادي؟ عبد اللطيف؟ أمي الحنانة، أنا أحس أني لا أنتمي لهذه العائلة بسبب معاملة أبي معي، ولذلك سوف أعيش في الشارع وأترك لكم هذا البيت. أحبك أمي. ما كانش عليك الضرب البارح الحاج. لا أنا ضربته على مصلحته، ما شتيش الريحة اللي كانت البارح فمو خارجة؟ كان ريما في عيد الميلاد مع أصحابه. الله يهديك، هذيك الشوش ديالك هو اللي خرج عليه. هو دابا أنا ربيت مصلحته. كتسمعيني؟ يا ربي تهدي هاد الولد يا ربي وتردو للطريق يا ربي. والله تطيرتيني بالله، صافي وليتي تكتب الرسائل مالنا في العصر الحجري يا صاحبي. صافي دابا عاودتك باش تنز عليا رضا صاحبي. وصافي اخاي دابا ما قلت لك والو، انا شنو نهضر معاك؟ والله درك تيبقى طعون مقطوع ربي اللي عالم بيا. عندك تما بعدا شي صريف؟ شنو صريف عندك؟ شنو كتضحك عليا هارب من دارها وشويه عندي صريف؟ مش طبع عاوتاني صاحبي. شنو نديرو؟ غنمشيو عند مافيوز نشوفو لا بغا يتعامل معايا، لا عندك شي زهر يتعامل معايا فشي طريف نتكيفو فهاد الصباحات ديال. وبقاي حاضي يعني كوليني كوليني. ويلي 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 ديما عمين بلبلة فين هانيا؟ وانا خويا رضا مع هاد القوم هذا. وصافي خلينا من بنادم يبقى حاضي هنا، حنا راه فينا فينا. ويه يا خويا وقول لي شنو فيها؟ مافيوز جينا وقفنا على الكنود الميمون خوك مقطوع بغينا شي 500 شي العشية راك عارف. البور يا خويا اقلب عليا هاد الصباح هذا باقي ما باه حتى شي طرف اخويا. واش يا خويا انت دابا تزابي معايا؟ خويا الدواء ديالك راه ما عندي ما ندير به انايا، سير دوخ به شي واحد اللي عاد بالي دابا، وانت راك عارفني مزيان رضا راه ما نصلحش لك. واش يا خويا دابا على 500 خويا تجوع معانا حنا وانت راه عارف شنو كاين؟ على هي 500 و500 هما. صافي اصاحبي باشرنا صافي في العشيه نجي نتحاسب معاك في كلشي. البور يا خويا ابدل بساعه اخرى اخويا، راه سقيده راه ما ديش من عندي. خويا انت الله يرحم لك الوالد هو ديما كتسلفو، سلفني انا هاد المرة الله يجنبين لك بالله. خويا هضرة وحدة راه قلتها لعشيرك، شوف واش عمرك شي حبس الصدقة سير نمشيو في حال الناس.
فو الوجو الحبس كيدايرين باقا حادياني وبقى يجري معايا حتى الصباح. فريد اخويا طريقك الله ورب وحق الله وخليتينا في دارنا مكونسونطري غندبر على صريف ونجي عندك. سكت سكت يا صريف جيت عندنا برش ليا حتى سير اصاحبي شي شويه صريف تلقى معايا قول لنا حنا نهضروا معاه صاحبي غتسنى شويه ويجي عندك صافي ها هو شويه ويجي عندك صافي حنا طريقك لافير كاع صاحبي سي اللي عنده والله ما تهضر معاه الجوكر ديما شد ليا التباريش هذا صافي وراه عيق شي بزاف شوف هذاك التليفون شو دبر نبراج دابا انا بلاد ضحكنا معاه دابا تبعناه خا سير شي نويت باش نبراج صاحبي سير نستقدر لك شي حاجه ما هي ديك المره درت لك التنازل والله الا شتي هذه المره بالله انا نوريك وانا بعدا باش كتعجبيني كطيح على الورقه وما كتنوضيش لا زعما انت درتي شي جيتي وانت حتى النفس ما تنفستيهش ياك ما لحقتش لك اصلا انا حافظه حافظه جابك الله اخاي شوف غنقولك جوج كلمات يا اما دير الحل مع اخوك ولا غنمشي نديكلاري اخاي عييت انا يا راه عاد نصبر على وجهك انت مالو معاك عاوتاني انا غادي طراون كيتش نهضر انا والدريه في التليفون حتى تماطع عليا ويدي لي التليفون وداك مشرم ليا لصاحبو فين دالك التليفون حدا الدار اخويا فهاد الزمره بقى متبع داك خاينه تيدير الحبس ها انت اخاي شينا وتسناني انا نمشي نجيبك تليفونك واخا اخويا وكاين الا تعطلت راه غنمشي للكوميساري وما كاين لا كوميساري لا حبس صاحبي صافي راه دوينا معاك تليفونك راه غنجيبو لك واخا اخويا انا نستناك انا نيش فاطمه زهره خلي عندك لي بوليكوب ديالي نمشي نفك هاد الحريره هذا قبل ما يتبع داك التليفون صافي صافي تنطلاقه يلا باي باي شينو تسناني انا اخي شي باش كيعجبني يا اخو عنده مع الحق السلام عليكم اولي عليكم السلام عمي زاك كدير بخير لاباس عليك الحمد لله ولدي ما بالكش عبد الطيف لا ما بانش ليا ياك لاباس والو باس اولدي هو خرج في الصباح بكري ما عرفتش فين زاد ما عندك لاش خاف عمي هاك ولا تيضربوا البوري هنا ما كاينش ولدي اللي خرج عليه قدي خينه ما عندكش ولدي ديك النمره ديال البوري نعيطوا له نسولوا فيه كاينه عمي عطيه لي ولدي عطيه لي الله يعطيك الربح 06 13 صاحبي دابا في 2022 كلشي كاسب الايفون ولد جيري لقى ايفون دري صغير ايفون كبير ايفون صافي هذاك ما تخافش اصاحبي عندنا الحل ديالو حنايا يكون هنا الحل هذا ما عندناش كلشي صوني ليا كاع المره غريبه عليا اصاحبي ربو هذاك اصاحبي بوك انا مرا ديال الواليد هادي صاحبي شي صوني ليا انايا تما ما صوناش كنتي هاي مبلوكي انا محيدو عندي من التليفون شنو دابا نديرو معاه وقطع عليه اش دير معاه قطع عليه شو تيقطع ولي غنكون مشغول عمي ولا شي حاجه المهم هي النمره عندك واخا ولدي شكرا ربي يخليك هاني ولدك هو تاع الخامون خارج على قبيله طز صافي نسالك الوالد وفر معايا الامور ديال هذا انايا هذا شنو غنديروا فيه هذا صافي هذاك ما تضربش ليه الحساب ندوزو والله مدعص صاحبي لا صاحبي مدعص كوسور هنا اصلا هذا ايفون اي كلود غيمشي فيه النص ولا مدعص غيدير لنا النص اش غيبقى لينا راه داس تما نشارينو صاحبي راه كلشي ربح عندنا حنايا واش كتعجبني انا بدا انت قانوع يا اخي صافي قلب صاحبي راه خو دريجي عبد الطيف واش تما بغيتيش تمرق ولا شنو ماك صاحبي عاوتاني ما عرفتيش مالي الكمايه دوزنا عليك وقلنا الله يعفو عليك الغوات في الدار دوزنا وقلنا الله يهديك ولكن باش تولي تجريسي في ولاد حومتك راه اول واحد يخرج فيك هو انا ما بس على هاد الزربه زربتي عليا كريساج كدا نخرج فيك ترانتاش تخرج فيا انايا اش من تهلاله اش من كريساج ما داير والو انا افرا خير حنا من الصباح حنا مريحين في كاريطه ديال با مصطفى انت ما كنهضرش معاك ياك بينو بين خويا وتدخل سوق راسك اش هذا اخي هضره مزيانه بينك وبين خوك اخي وا بنادم انت فين هو التليفون من تليفون يا سي الناس باش بقاو يجيو يكذبوا عليك كتبقى تجي عندي انا ما عندي حتى تليفون اصاحبي وهذاك التليفون راه وهذاك اللي شادو في يدك منين جاك ودرتي شي نوا صاحبي قال لي ديصايبو ليا ودرت معاه زوين وانتم ولاد الراجل كتردوا الشفوار يا صاحبي وتطلق هذاك التليفون وبارك من الهضره الخاوي اخونا لقيتو غادي ديكلاري بك شنو هو ديكلاري واه يا خويا بنادم شحال خطر شوف يا اخي قال لي قيتي بو خاص قلت له ديصايبو افيك بليزير سولو داير مع بنادم زوين شوف يا اخي شوف يا انت خياك دير له التليفون وكنقول لك الجوكر تلقى بك غيتفاهم معاك وشوف يا اخي دير زوين تولي خايف في هذا الوقت تولي شفاه شوف غنقولك واحد الهضره ودخلها لعقلك مزيان شي كاع اللي جرك الكريساج والطريق العوجه كون اكيد غيجي واحد النهار اللي غيخيطك فيه مع شي مونتيف وزير راسك صاحبي بركه ما تكون دمدومه اش يا صاحبي الصرف اللي متي نحملوش اخاي الجوكر راه هو صافي ما تديش عليه اخويا ظريف ها هو مسكين قرا بزاف بان لي هاد الايامات لحال الشعر خليه يعبر شويه انت وغينسان عليه راه داس في وجهك اصاحبي اما راه مفطرو به في هاد الصباح هذا اصاحبي لا راه خويا هذاك اصاحبي سكت الوالد اخي البول جاوب جاوب اخي
ها وليد اه ولدي فينك صافي وليد خليني انا سمعتكم في ديك الدار اويلي ولدي اش تقول ورجع لداركم بركه من البسالات راه باك هذاك تيهضر لك على مصلحتك صافي هضري معاه مابقاش يقول مابقاش يغوت عليا انا واش باقي انا باقي صغير انا الوليده صافي انا شويه ونجي صافي يلا ولدي الله يرضي عليك وما تعطلش صافي وليد اي لاف يو وليد والله الا على وجهك وحق الله يلا السلام عليكم خايبوري غنمشي للدار ندم واحد شويه غنطبر على المصيريفه ونتقاش انا وياه صافي سير اخي انا نتسنى با مصطفى يجي ديك الساعه تلقانا في الجريده في المرقد ديالنا انا ما لقاكش في الجريده الله تلقاني في المرقد هسه لا دري لا هضره يلا حاج سير على الله الو جمعه الو الحاج صافي غير اجي في حالاتك راه صونيت له جاوبني وفين هو دابا ها هو راه قال لي جاي للدار واخا انا راح للدار انا طالع دابا لا حول ولا قوه الا بالله تخيل يفرعوا لي راسي وتيفون باقي ما جاش هاك اخي ها تليفونك الله يحفظك خويا ياسين الله يسهل عليك نقول لك واحد القضيه يا خويا ياسين راه خوك راه درويش راه ماشي ديال داك الشيء راه خارج على هذاك المشرم اللي تيكون معاه اشوف له شي حل راه غيضيع اخويا ياسين اش من حل درنا مع كاع الحول والله يهديه وصافي هادشي اللي نقول لك تهلا الله يحفظك اخويا ياسين عافاك الحاج بلا ما تهضر معاه اليوم خليه عليك عافاك ترونكي الله يسهل عليك هاد ولدك راه طلع لي السكر راه كان يقتلني نهار كامل وانا مكرفس تنقلب عليه الله يهديه ها هو جا عافاك الحاج بلا ما تهضر معاه الله يسهل عليك الحاج فين تعطيت هاد المسكوت فين؟ انا راه مكنتش نجي الوالد على وجهك ما والله ما نجيب الله هضري معاه ولا مابقاش يغوت عليا راه هضرت معاه ما غاديش يهضر معاك عاودي هضري معاه عاوتاني صافي حيت غوت عليا المره انا والله ما نعاود نجي راه ما نخليش كلي سالا هاد المره صافي يلا صافي سمح لنا الوالد الله يرحمك الوالد سير لبيتك سير لبيتك الله يرضي عليك حول قوتي الله يهديه وصافي وليد اما رقاص بوحدك هنا انت اللي كاين ولدي في الدار ما ديك خوك فقصني مرضني ويلي الوالد عاوتاني ما يقتلني صافي وليد قلت لك نساعد عليك شويه ودا في صحتك كون خديه شويه منك اي شويه منك ما يوقعش هادشي كامل صافي الله يهديك الله يهديه ودابا بقيتي متبع الخوادر ونسيتي ما سولتينيش على الامتحان يا مدرا اش درتي في الامتحان كلشي داز زوادك ولدي راه دوخني نهار كامل وخا ما بعيت ما نقلب عليه مرضني راك انا في الحومه تيدور الشعاب ويله الامتحان داز كلشي مزيان والله الا داز كلشي مليح واسمح لي ولدي ما ذكرتش صافي ويل ما دير في بالك والو ما تكرضا ولدي لا تكرضا انت اللي ديما مفرحني ها هو غادي يطلب المول فلوس عاوتاني هي اللي قتلته في الشوش صافي الوالد خليه الله يهديك يا ولدي الله يهديك راه بزاف هادشي صافي خليه سامع مو وليد نعم أبو نشكى فريرة الوالدة علاش؟ ونتي أنا قصيب أنا والدراري صحاب راك عارف أنا ولدي غنحط الغدا دابا سير حط الغدا والله ما ناكل مع هذاك أصلا أنا مازال ما صالحش معاه راه داو ولدو العزيز عليه أنا ما بغيتش مشاكل وعلاه أنت ماشي ولدو؟ أمي هذاك باغي هو تيقرا خلي منو ولي أنا كنبان لي خايب خلي لنا نبان لي خايب دابا جطينا غيبقى يسمع ناس تخوف مشاكل سير ولدي تقلت تغدا معنا والله ما ناكل مع الوالدة ما غوش يبقى يسمع لنا الوالدة راه ما عندنا ما راك عارف راه ما بغيتش نبقى نتلاج معاه عاوتاني هاكا ولدي هي اللي كاينة تشربي على كارو ولا والو وليد هو عارف انا وليد انا ما كندير والو باش قاضيو عليا انت خايب يا وليد الله يرحمك وليد الله يجيب لك فلوس و الله يتهلا فيك شنو هي كنت في الجرده راه عاد تيكذبوا عليك راه ماشي انا انا مقتله في الجرده لا والو مرض هذا عاوتاني وانت هو اكبر كذاب في التاريخ شفتو في حياتي انايا انت فين كنت يا صاحبي فين كنتي وانت مخبي في الزناقي بحال الشفاره صاحبي خليتيني نقلب عليك هذه هي الجرده وخويا راه كانت الدريه تما كاينه مابغاش تشوفني ولا نسلاش وعيط لي اجي عندي تحت ضرب بوحمان تحت ضرب بواتيسري ومالك صافي اخاي دابا شنو فيها واخا رانا على الفريه هذيك دابا حررنا الطريفه اخاي نمشيو عرفتي فين نمشيو نمشيو عند مافيوزي ناخذو من عنده شي طريف عليك يبز معنا بلا نمشيو عندو نشوف شي واحد اخر حتى اليوم نخزوها عليها تبعنا رزقنا تبعنا واحنا نخدموا على الكون راجل ديما معطل هذا الو مافيوزي والو اختون مالك شنو فيها واخا ولدتي انا نشدو شحال ما بواحد الطريف وجايين عندك ويلي وقتاش هادشي هذا راه دابا صاحبي عاد ركبوه في الطوموبيل واش انت باقي عاد تسول
عرفتي اش دير؟ قطع قطع دابا انا عارف شنو ندير قطع. حشيش فين المافيوز؟ هاني بخير وادر خا عطينا خاي ما نتكيفو 25 خا الصباح جوعتي معانا هاني يا خاي خاي رياضة انا عارف كتهز في قلبك ولكن خويا راه الصباح راه الليله يلاه خويا رياضة راه مع مالين الدار مع بنادم تيجي ما عنده حتى ريال واش الثبت وجد النحس اللي تطلع عليه شي قراك ماني خويا رياضة دابا عطينا ما نكميو مقطوعين اخويا اول مره نشوف شي بزنس خارج من هذاك قصر الناس ماشي شاد دير اخويا رياضة دابا نتعامل معاكم هاد اللعيبه هادي خليها عندك ياك زيد اخي وانا نعطيكم واحد اللعيبه وهي مهوره زويونه ابا الشرف واخا انا عارف راسي داير معاكم العيب رانا ها هي هادي هادي هي اللي ديك النار هي ديال داك النار شوف هاديك باقي جديد في الميدان انت تعرف احسن مني صافي اخاي ولكن اخاي غير راه بغيتك في واحد البلان ما هو اخاي البلان عندي شي لعيبات باغي نمشي نجيب شي حبيبات ونتعامل مع خويا كبر على خوك بالرجول المهم هاد اللعيبه هادي نخليها ليكم نتوما عارفين نجيب بنادم بلا ما نخاف عليكم شحال فيها صافي راه فيها شي لعيبه 100 تكون تما المهم سربكها انا نمشي نقدر اللعيبات بزاف باش حبيبات ونجي لعندكم صافي واش من 100 واش مالك حماق انت ولا من تكيفون تبقى كندير نتعامل معنا في حبيبات اليوم اصاحبي تاع على حسابك رضا بيني وبينك اخويا صافي اخويا وانتوما هنايا يلا ايه ده صاحبي واش حماق انت ولا مكوب وانا نكمي وحنا انت تجرب لي واحد الطوزه زايده على الصلاه صاحبي ريح اصاحبي اخويا تبع ري فارس دواج حط طوموبيل بعد سير خير صدام في تخانه شي جوانا خاي مقطوع قول لي فين هو دلت تشلمان تشلمان شاف كيكون هذوك الجوج تعرفهم انا مشيو ولد عبدي رجع هذا الطوموبيل شطابه تبعني انت مريح المشاكل شوف انت واش الشريك انت كدير انت اولا واش ما مريحين والله ما كاينه شي حاجه الحاج والله ما كاينه شي لعقه البلي يا شيخ يلا والله ما كاينه شي حاجه الحاج وقت الدار الوالد هذه وقت تمشي عند الدراري القهوه سير اولي الله تكرم صافي اجيك ما خصك شي حاجه لا لا الوالد اصلا عارضني عليا الدراري سير الله تكرم سلام أنا غادي نلقاه هو الوالد بدا ياسين بعدا كاين مبرد لي القلب ماشي بحال داك المسخوط الاخر هذا كيزرنا في تزرفنا فيه والله العظيم الحاج راه انت ما تتقربش منه ما تتقلش معاه والله هادي داك الفشوش ديالك راه خرجوا عليه باش باغيكم تشوفوا احسن من هكا الله يهديه دير من هاد النمره الحاج الو سلام سيدي انت هو الاب ديال عبد الطيب بن حيمد ايه هو انا شكون معايا سيدي معك البوليس يا سيدي البوليس مالو شنو دار الهضره ماشي في التليفون سيدي ممكن تلتحق بنا الدائره وتعرف كل شيء مرحبا سيدي فين دائره نتوما حنا في الدائره 17 صافي سيدي انا دابا جاي عندكم مالو الحاج شاد حرير راه حطيتينا فيها بديك الزاره ديالك صافي الحاج ها هو درنا الكوميسار صافي ما تغوتش ها هو كمل بليا ها هو صافي نتصور بعدا الشغل انا غنمشي نشوف الحريره اللي حطيت فيها سير الحاج سير 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 الحاج سير ما شنو دار هذا المسخوط ثاني ما شنو دار ما كفاوش المشاكل بدينا في الكوميساريات ثاني اخو واش ثاني انا خايا اي مرايك مي هو صاحبي دابا تصورك واخا عاود هذيك البانارا صاحبي وغتصور صافي حتى انت تبكي عندنا ما تسحبش لي بحال هكا صاحبي انت مرعود راه ما بقى عندنا والو راه جوانا اش من جوانا طرف هذاك طرف هذاك طرف هذاك صاحبي طرف هذاك المشكلة هو انت وكل قواعد داك الساك عامر قالك غا 100 غرام غا 100 غرام صافي دابا انت ما عندك والو راه طرف هذا الشيء فحال هكا انا اللي عندي شحال من بلان اصاحبي واخو عندك بلان ما تعاشرش معايا يا ريح حوار انا ما تعاشرش معايا ما صلحش لك انت هذا خاين وحوار انا ما نصلحش لك وهذا بولينا حنا شنو اخر ضربوا لي راسهم على الحيط شتاني اخويا انا هذا الشيء هذا شتاني لي نهار الاول ونخرجوا منا متعرف لي ما نعرفك خاين تقش هضر معايا من اليوم اخاي صافي قالك عندي بلان شكون وجهك احمر مزرفني معاك اسمع سيدي ما كاين ما يتخبى عليك ولدك راه شدينا عنده من نوعات وصاحبه اللي شدينا معاه لقينا عنده صوابق وعمر بلانات والله سعد الضابط انا نقول لك واحد الصراحه شي ديك الولد ما خاصو حتى خير هنا يوريك عايش وقريته مزيانه راه ديك المعشره من ورا هي اللي دارت له هادشي راه داك السيد اللي خصو يتعاقب اسمع سيدي انا راه عاضرك
وانا الولد ديالك لقينا عنده النعاس ورا دارو ما خصيت تقدم الوكيل. اسمع سيد الضابط، ولدي كان تيقرا مزيان ها مؤخرا بالمعاشره الخاويه ضائع، ودابا راه تنقول لك بان ماشي اي واحد يدير غلطه صغيره يتعاقب. الله يسهل لك سعاد الضابط. امول سمعت هذا الشيء راه تسطى ليا، راه تحمق عليه بزاف الضابط. الله يسهل عليك سعيد. دخل لي هذاك. انت لك تفضل سعيد، ترايك حاني راسك شو تقول في هذا الشيء؟ تتعذبوا راسكم تتعذبوا معكم والديكم. نتبع ليا عشرت من والا، هذاك صاحبك داخل خارج الحباسات، انت ولد عائله شداك لهذا الشيء. اسمع يا سيدي، عاودك هو قدامك تكلم معاه. سمعتي السيد اش قال لك عبد الطيب؟ هادشي اللي غادي فيه راه خايب. واش بغيتي مصلحتك تخرج على راسك؟ تبعي بحال ياسين، هو مزيان تبارك الله غادي مزيان وفي دراسته وفي كلشي مزيان، حنا نبقاو نجيبو بالقفة. آخر مرة دخلت للكوميسارية باش نصايب لاكارت ناسيونال، وليتي أنت تجيبي ليها دابا. تقاد ولدي داكشي راه بغيت مصلحتك، داكشي علاش غنضربك ونزيد نضربك حتى تقاد باش وليت قرا مزيان. سمع عبد اللطيف، بغيتك توعدني أنا كاملين تخرج من هنا تبدل حياتك، فهمتيني الحسن؟ هاد الطريق راه خايبة هادي. ودابا سعد الضابط شنو معمول؟ اسمع نقول لك نتايا، راه كون ما شفت كلشي على عينيا كون قدمتك عند الوكيل، كون مشيتي تتربى تشوف الناس كيفاش تعانيو في الحباسات. هز ولدك وسير تفضل. الله يرحم والديك. ربي ولادكم. غاتحاولوا تشوفوهم كاع. قهرنا ولدي هاد خوك هذا، ما كفاوش المشاكل اللي داير هنا كيزيدنا بالكوميساريات وزايدنا. صافي يا ولدي ما ديري في بالك والو، دابا ان شاء الله يكون خير. اش من خير يا ولدي؟ انت راه ما شتي والو، ما عارف والو. اش ما عارف والو؟ ها الواد كيصوني. الو ولد، ها مدرا اش من درتي؟ صافي بلا ما تخلعو. ها هو راه معايا عبد اللطيف. ايوا على سلامتنا. خرج راه ديال الحاج نهضر معاه. الو الحاج، دوز ليا ولدي نهضر معاه. وصافي هو يجي للدار وشبعي هضره انت وياه. والله الا يخطيك علينا الحاج، وانت شوف بلا ما تخاصم عليه عاوتاني. عافاك واش بديتي عاوتاني؟ راه هاد الفسوس ديالكم هما اللي خرجوا عليه. الوالدة شوف عندك واحد الهضره ودخلها لعقلك. عبد اللطيف راه كبرت تبارك الله، بركه ما تفشي فيه برس ما تعطيه الفلوس وتصريه تقربي منه عارفيه شنو باغي. اسمع ولدي، انا ربيتك وكبرتك باش نشوفك واحد المرتبه زوينه، ما الطريق ديال التشربي اللي غادي فيه راه ما مسلكاش. ونهضر معك بصراحه، يا تقاد معايا نعطيك اللي بغيتي، الا ما بغيتيش تقاد ولدي انا ما باك ما انت ولدي. حاشا بو حاشا، انت راه بو وراه عزيز عليا. صافي الطريق هذا والله ما نعاود نحط فيها رجلي انا من اليوم. صافي انا هادي التوبه. واش انا هادشي اللي شفتو الزنقه بو؟ كلشي باغي لك، كلشي باغي لك مضره، حتى حد ما باغي لك الخير. نتوما وليدي انت خرجتيني من الكوميساريه باغي لي الخير، شفتي حوايج لداخل انايا كنشوفو ما في التلفازه، وهذا دليل من خرج الكوميساريه انك عزيز عليا وبغيت تبدل. صافي اسمح لي انا والله، صافي من اليوم نتبدل انا ولي احسن من خويا انا. خوتي غوت عليا ولي احسن منه انا من اليوم الوالد. ها حيتو حنا قاعد السلسله. صافي والله ما نعاود ندير شي حاجه الوالد. صافي والله ما نعاود نعصبكم ولا ندير شي حاجه. عارف قالوا لي وقالوا لي ما نسواش، جرت كل شيء ومشيت لبعيد حيت عيادني هدرت الناس هدرت الناس. عارف قالوا لي